لدي في هذا اللقاء دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة. دكتور أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. دكتور مصطفى خليني أعرف أولا، يعني هذا ليس المشروع الأول لكم مع الحكومة المصرية في مشروعات التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة، خلينا نتكلم سريعا عن سجل أو تاريخ الشركة مع الحكومة في هذه المشروعات. الحقيقة إحنا كمجموعة مدكور تشرفنا بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ رؤية واضحة للقيادة السياسية في مصر من 2014، رؤية للمشروعات القومية وإرادة فولاذية في متابعة وتنفيذ هذه المشروعات. كمجموعة مدكور إحنا شركة رائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق في مجال الطاقة والمياه. من 2014 شاركنا في الخطة الإسعافية للكهرباء، والحمد لله تم حل مشكلة الكهرباء في مصر حل جذري. الشركة ساهمت في العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربية ومشروعات محطات المحولات، احنا نفذنا أكثر من 25 محطة محولات على مساحة جمهورية مصر العربية بالكامل، من تشكى للعريش في سيناء، للشيخ زويد، للضبعة، للقاهرة، للعاصمة الإدارية الجديدة. في جميع مناطق مصر نفذنا محطات محولات ونفذنا شبكات ربط المحطات دي. في نفس الوقت اشتركنا في مشروعات المياه، فنفذنا مشروعات تحليه مياه في ابورديس ومعالجه مياه في الحوامديه، ونفذنا خطوط نقل مياه في بئر العبد في سيناء وفي الحمام، واشتركنا في مشروعات البنيه الاساسيه للاستصلاح الزراعي. فاحنا من اول الشركات اللي ساهمت في مشروع تشكى، في ال 100,000 فدان الاولى في مشروع تشكى اللي زرعوا قمح والريس افتتحهم في موسم الحصاد، وشاركنا في مشروع مستقبل مصر وفي مشروع الدلتا الجديد. فاحنا شاركنا في العديد من المشروعات. في نفس الوقت الشركه تواكبا مع رؤيه الدوله عندنا ذراع لتشغيل وصيانة وإدارة المرافق بعد الانتهاء من تنفيذها، ودي رؤية بتدي فرصة للقطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة. خليني أعرف دور حضراتكم وحجم أعمالكم في مشروع القطار الكهربائي الخفيف، قد إيه خدت وقت استغرق منكم تنفيذ الأعمال وحجم الأعمال المشاركة من جانب مجموعة مدكور؟ تمام. الحقيقة مشروع الإطار السريع الكهربائي إحنا كان لنا دور في تصميم وتنفيذ محطات الكهرباء المغذية لهذا المشروع، فنفذنا محطتين محولات عملاقة 220 على 27.5 كيلو فولت، ونفذنا توسعات محطة بدر 500 لربط المحطات دي بالشبكة، ونفذنا 16 محطة تغذية على طول المسار بخطوط ربطهم مع محطات المحولات. المشروع ده اتنفذ في 10 شهور، وده زمن قياسي بمتابعة حثيثة من وزارة النقل. اشترك فيه أكثر من 1200 عامل ومهندس في تنفيذ المشروع. كنا شغالين تقريبا على مدار 24 ساعة خلال العشر شهور السابقة للانتهاء من تنفيذ المشروع. الحمد لله النهاردة تم الانتهاء من التنفيذ، وبنتشغل بالافتتاح إن شاء الله بكرة إن شاء الله. دكتور مصطفى، توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة بعدم توقف العمل في أي من المشروعات سواء وقت جائحة كورونا أو حتى مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لأي ده بيمثل دفعة قوية ومهمة لعمليات التشغيل في المجال الخاص بحضراتكم أو حتى في مجال الإنشاءات العامة أيضا. الحقيقة احنا يعني لاحظنا في فترة كورونا وحتى بعد الحرب ان المتابعة اصبحت اشد، والاصرار على ان احنا نستمر في العمل وتذليل كل العقبات لينا كانت بتتم. وهتلاقي ان احنا نفذنا مثلا في مشروع تشكى في سنة 2020 في بداية كورونا، نفذنا مشروع عملاق في تشكى لاستصلاح الارض وزراعة قمح، ولم نتوقف على الاطلاق وشغالين 24 ساعة فعلا يعني. طيب المشروعات اللي حضراتكم بتعملوا فيها الآن أو حتى المستقبلية اللي هيتم العمل فيها من جانب مجموعة مدكور؟ الحقيقة المشروعات اللي احنا بننفذ فيها دلوقتي ولها بعد مستقبلي وتمثل رؤية للدولة يجي على رأسها مشروعين. مشروع تنمية زراعية في الوادي الجديد وفي مستقبل مصر وفي غرب المنيا وفي سيناء وفي تشكى، احنا مشتركين في كل هذه المشروعات بمتابعة وإرادة شديدة من الدولة لتنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها. فاحنا عندنا عدد كبير من الأعمال أو كمية كبيرة من الأعمال بننفذ فيها دلوقتي. الحاجة الثانية مشروع المبادرة الرئيسية حياة كريمة، احنا مشتركين في مبادرة حياة كريمة
بننفذ اكتر من 9 محافظات، بنشتغل في اكتر من 9 محافظات، وخلصنا المرحله الاولى في مركز من المراكز، وشغالين ان شاء الله في المرحله الثانيه هنبدا فيها مع بدايه السنه ان شاء الله. نهاية اللقاء بشكر حضرتك دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، بالتوفيق وألف مبروك. الله يخليك، متشكر جدا، ألف شكر لحضرتك.